تلوم العراق على وجود حزب العمال الكردستاني في العراق، ولكن لا تلوم تركيا على وجود الدواعش فيها، لا تلوم تركيا على وجود مطلوبين دم عراقي موجودين في تركيا، لا تلوم تركيا على وجود محكومين إعدام بالإرهاب موجودين في تركيا ويفترون وعايشين حياتهم طبيعي. يعني ليش تلوم العراق على وجود حزب العمال؟ ما في إعدام في تركيا، يعني في تركيا ليس هناك حكم للإعدام. كيف وجدتم أن تركيا هناك من الناس يترقبون أو ينتظرون إعدام؟ ليس هناك حكم للإعدام في تركيا. ما فهمتني أصلاً. سيد مصطفى، يعني سيد مصطفى أنا أقصد دواعش مع حزب العمال محكومين بالإعدام في العراق موجودين في لا تركيا. لا تقاطعني، لا أنت ما فهمت السؤال عزيزي سيد مصطفى. لا ما في، ما في يعني حكم الإعدام في تركيا. كيف تتسنى لك أن توجد حكم الإعدام في تركيا؟ ليس هناك حكم الإعدام في تركيا. لا 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 يعني عزيزي، عزيزي هناك سيد تحامل مصطفى. تحامل على تركيا أكثر من اللازم. سيد يعني مصطفى يعني سقوط الطائرة أصبحت معبرا للكراهية ضد الأتراك، ضد الأتراك. اليوم في جريدة الجمهورية في تركيا أمرا كونغار كاتب، هو ثمانينات من عمره، ماذا كتب؟ كتب عن الإمبريالية العربية، هذا ما كتبه. أنتم من الجانب الآخر تتحدثون عن الإمبريالية التركية، هذه كلها مجازفات لا أساس لها من الصحة. لذلك لا سقوط لا الطائرة، إسقاط الطائرة، لا نريد أقل. لا نريد تركي علاقات تركيا العراقية أكثر من إسقاط الطائرة، سقوط الطائرة طبعا. والله فرحانين أنتم تبالغون في الأمر، هذا يضر طرفين، يضر الشعوب العربية التركية وغير التركية. قضية السيادة العراقية لا مجال للجدال فيها. يتحدث عن الإمبريالية العربية، إذا كانت هناك إمبريالية تركية فلنتحدث عن الإمبريالية العربية. أقول أكو دواعش محكومين بالإرهاب موجودين في تركيا، لا بد أن قتلوا العراقيين. لا داعي لإثارة الكراهية، ها لا داعي، بس حزب العمال الكردستاني اللي موجود بالعراق عادي نثير الكراهية. أني أشكرك جزيل الشكر سيد. ليس هناك مجال للمقارنة بين دواعش وهي عناصر حزب العمال الكردستاني. هل وجد، هل ما زال هناك بقايا لدواعش في تركيا؟ اي موجودين تركيا محكومين بالإعدام بالعراق، عليهم أحكام إعدام، موجودين في تركيا يصولون ويجولون ويروحون على القنصليات ويكملون شغلهم وطبيعي الأمور. شكراً. تقولون السعودية أحيانا تقولون شكراً جزيلاً. السعودية غيرت توجهها السياسي. شكراً جزيلاً.